الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات هي المرفق العمومي للتشغيل بالمملكة المغربية. جميع الدول المنظمة والهيكلة تنظيميا ومؤسساتيا كتوفر على هذا المرفق، اللي المهمة الأساسية ديالو هي الإجراءات ديال جزء كبير من السياسة ديال التشغيل في هذه البلدان. وعمليا وإجرائيا الوكالة كتكلف بالوساطة العمومية في سوق الشغل، فبالتالي القانون اللي كيأسس وكينظم هذه الوكالة كيعطيها المهام ديال الوساطة، فبالتالي الوكالة كتنشغل بتوفير الموارد البشرية لجميع المستثمرين والمقاولات اللي كتعمل في بلادنا، بحيث أن توفر ديال الموارد البشرية هي وظيفة ديال الدولة، لأن المستثمر أو الفاعل الاقتصادي ما يمكنلوش يتحمل المسؤولية ديال التوفر ديال جميع الموارد البشرية اللي كيحتاجها باش يبشر عملية الإنتاج، فبالتالي كتبقى هذه الوظيفة على عاتق الفاعل العمومي. فبالتالي الوكالة هي في استماع مستمر لكل مبادر اقتصادي، كل فاعل اقتصادي، باش ما تكونش عنده خصاص في الموارد البشرية، وباش العملية ديال الإنتاج الثروة ما تكونش كتعاني أو تعاق من بسبب ندرة الموارد البشرية. في المقابل كذلك الوكالة المهمة ديالها واللي هي معروفة عند الناس جميع هي المهمة ديال التكفل بجميع الشباب ولا ماشي شباب اللي كيبحثوا على تموقع في الحياة الاقتصادية، أو ما يصطلح عليه بالإدماج الاقتصادي. والإدماج الاقتصادي يتم من خلال الشكل ديال الإدماج عبر العمل المأجور، أو إدماج من خلال يعني المواكبة ديال هذا الشاب باش يكون هو صاحب المبادرة الاقتصادية اللي غيندمج فيها، أو ما نصطلح عليه بالتشغيل الذاتي. فبالتالي الوظيفة ديال الوكالة هي تكفل بالشباب، إما من أجل الرفع من قابلية التشغيل ديالهم باش يمكن لهم يشتغلوا بالأجر، أو المواكبة ديالهم باش يكونوا هما اللي كيخلقوا الفرصة ديال الإدماج ديالهم من خلال خلق مقاولات. وبطبيعة الحال الوكالة باش تحقق هاد المهام ديالها كتوفر على مجموعة ديال التدابير اللي كتوضعها رهن إشارتها الحكومة، واللي هي تدابير عندها يعني عندها إطار تنظيمي اللي كينظمها، والوكالة كيخصها تبلغها لجميع المرتفقين في جميع ربوع المملكة. إذا نستشف من خلال هذه الزوج المهام الأساسية أن الوكالة هي مرفق عمومي، فبالتالي هي كتقدم خدمات ملزمة للدولة، إذا وخصها تكون بطبيعة الحال مرفق عمومي اللي هو دامج لجميع المجالات الترابية ولجميع الفئات. فبالتالي هذا هو الغاية الآن اللي كتهيكل عليها البرامج ديال التنمية ديال الوكالة. كما تعلمون هذه الوساطة في سوق الشغل قد تختلف حسب ظروف ووضعيات سوق الشغل. هناك وضعيات اللي كتكون يعني كتطبعها الوضعية ديال البطالة، وكما يعلم الجميع العطالة في المغرب هي واحد الواقع يعني بنيوي، فبالتالي جميع الخدمات ديال الوكالة خصها تكون منشغلة بهذا الواقع العطالة، وتوفر الخدمات ديالها لجميع الشباب الباحث عن الشغل، واللي الأرقام ديالو في بلادنا كانت مرتفعة واللي زادت ارتفعت بفعل الجائحة والأزمة الاقتصادية المترتبة عليها. لذلك فبالإضافة للفئات ديال الشباب الباحثين عن الشغل اللي يلاه كيولجوا سوق الشغل، الآن الوكالة منشغلة بالتكفل بالناس اللي فقدوا الشغل ديالهم بسبب الأزمات المترتبة على الجائحة ديال كورونا، وهادو فئات اللي كيطلبوا خدمات مختلفة عن الخدمات
اللي كانت يعني معمول بها بشكل راتب في الوكالة. وقامت الوكالة خلال الفترة ديال الجائحة بجوج ديال الأعمال الأساسية: الملائمة ديال الخدمات ديالها لظروف تقديم الخدمات عن بعد، وهذا مكن الوكالة في واحد الظرف وجيز أنها تحول الخدمات ديالها إلى شكل يعني مرقمن ويسدى عن بعد لكافة الفئات اللي كتلجأ للخدمات ديالها، ولكن خصوصا تفكير وصياغة يعني برامج أو برنامج اللي كيستهدف هذه الفئة ديال الناس اللي فقدوا الشغل ديالهم جراء الجائحة وجراء الأزمة الاقتصادية المترتبة عنها، بالإضافة بطبيعة الحال التدابير اللي اتخذتها الحكومة من خلال قانون المالية ديال 2021. الوكالة مدامت البنيان ديال سوق الشغل في المغرب هي على ما هي عليه، يعني من حيث هذه الخصوصية ديال الشكل البنيوي ديال العطالة، ومدام يعني البلادنا اقتصاد البلادنا كيعيش تطور كبير واستثمارات اللي يعني ان شاء الله مازال غادي تجلب البلادنا من بعد ان شاء الله من بعد يعني استئناف ديال الحياه الاقتصاديه العاديه، فالحاجه الى الوسيط العمومي للشغل كتبقى قائمه. والوكاله مدعوه من خلال البرامج ديال التنميه ديالها اللي صاغتها انطلاقا من سنه 2000 اللي بدات كتنفذها ابتداء 2021، مدعوه الى الارتقاء نحو كافه الخصوصيات ديال المرفق العمومي الشامل والدامج، شامل لان باش يكون مرفق عمومي ما خصو يستثني حتى شي فئه من فئات المجتمع، ودامج ما خصوش يخلي اي مجال ترابي خارج يعني الغايه ديال الاستهداف، وما يخليش كذلك حتى شي فئه من فئات المجتمع، النساء بالخصوص واشخاص في وضعيه اعاقه وجميع الفئات التي قد تعاني من الهشاشه كما بغى يكون نوعها، يجب ان يشملها هذا المرفق. في المقابل الوكاله كتحسن من الاساليب والادوات ديال الاستهداف ديالها للمقاوله المغربيه، باش المقاوله المغربيه وجميع المستثمرين في بلادنا يكونوا مطمئنين من ناحيه ديال التوفر على الموارد البشريه الملائمه لعمليات الانتاج ديالهم، وهذا امر غالبا ما كيكونش يعني سهل. فالكل يتحدث على الصعوبه ديال الملائمه بين البروفايلات ديال الباحثين عن الشغل واحتياجات يعني المقاولات في المغرب، فالدور ديال الوسيط العمومي هو تقليص من هذا الهوه اللي كتكون، واللي هي نقدر نقول لك هو طبيعيه، ما كاينش شي منظومه ديال التربيه والتكوين في العالم اللي كتوفر موارد البشريه تستجيب بشكل مباشر واني لاحتياجات المقاوله. فبالتالي العمليه ديال الاشتغال على الوساطه العموميه بطبيعه الحال كتكون الغايه منها هي التقريب ديال الخصوصيات المهنيه والشخصيه الانسانيه ديال الباحثين عن الشغل من ما يتطلبه المستثمر او الفاعل الاقتصادي بصفه عامه، خاصه يعني الفاعل الاقتصادي المقاول المقاوله. هذا كيتطلب بطبيعه الحال، وهذا ستجدونه في برامجنا، البرامج ديال التنميه ديال الوكاله، يعني إلمام اكثر واقتراب اكثر من المقاوله، وهذا هو اللي كنقوموا به من خلال مناهج جديده لاستشراف يعني حاجيات المقاولات، اللي هي كنستهدفوا منها الشموليه التامه، يعني اي بعباره اخرى نهدف الى ان اي مقاوله في المغرب نوصلوا اننا نكونوا على استماع لها
باش نلتقطوا التعبير ديالها على الاحتياجات الآنية ديالها والاحتياجات المستقبلية ديالها، باش من خلال المعالجة ديالنا للرصيد ديال الموارد البشرية اللي كتوفر عليه بلادنا، واللي هو رصيد جد مهم ديال الباحثين عن الشغل اللي هما خريجي المؤسسات ديال التكوين أو المؤسسات الجامعية، نكونوا من خلال الاشتغال على هذا الرصيد وهذا اللي كتوفر عليه بلادنا، نجعلوا أن أي احتياجات ديال المقاولة تم الاستجابة لها من خلال الاشتغال على هذا الرصيد والإعداد دياله باش يقترب ما أمكن من احتياجات ديال الوكالة بفعل عمومي لا يكلف المقاولة أي كلفة إضافية. بارك على المقاولة أنها تحمل التكاليف ديال الاستثمار، ما يمكنناش نحملوها حتى الكلفة ديال الملائمة ديال الموارد البشرية الاحتياجات ديالها، وبطبيعة الحال العملية ما خصهاش تكلف كذلك أي عبء وأي يعني تحمل إضافي بالنسبة للباحثين على الشغل. بالإضافة لهذا الشيء، الوكالة في برامج التنمية ديالها تكرس تموقعها كفاعل عمومي يرافق الشباب اللي يطمح إلى الاندماج الاقتصادي من خلال خلق نفسه، هو يخلق لنفسه الفرص ديال الإدماج ديالو عبر ما يصطلح عليه بالتشغيل الذاتي أو خلق المقاولة. ونغتنم في هذا النشاط الفرصة ديال البرنامج اللي أسس له صاحب الجلالة الله ينصرو في أكتوبر 2019، برنامج انطلاقة اللي كيرفع يعني كبريات الصعوبات اللي كانت عند الشباب اللي كيحمل أفكار ديال المشاريع، وهي المسألة ديال التمويل. اليوم نقدروا نعتبروا أن بفضل هذا البرنامج الطموح والخلاق أن هذه الإشكالية ما بقاتش مطروحة، ولكن كتبقى إشكالية أخرى اللي مطروحة، هي الإشكالية ديال القدرات الذاتية ديال الشباب على أنهم يخوضوا غمار خلق المقاولة، واللي لابد أنه يكون فيها واحد العمل ديال الإعداد ديال هاد الشباب، ماشي بالضبط تقنيا، ولكن من حيث صقل الموهبة المقاولتية ديالهم، المواكبة ديالها في جميع المراحل ديالها، إلى أن تصل إلى يعني خلق المقاولة حقيقة وتمويلها في إطار هذه المنظومة ديال التمويل اللي الحمد لله بلادنا كتوفر عليها، ولكن كذلك تتبع ديال هذا المقاول في ذاك المراحل الأولى من الحياة المقاولة دياله، لأنها كتكون مراحل كتطبعها بعض الصعوبات، واللي الشاب يقدر يتعرض لبعض المفاجآت في السوق أو في تدبير المقاولة دياله، كيخصو يكون كاين اللي يسنده باش يمكن له يخلي ذاك الرغبة دياله في التموقع والإدماج الاقتصادي تحقق على أحسن شكل ممكن.